مرحبا، اليوم رح أتكلم عن بدائل صحية لللانش بوكس للأطفال للحفاظ على تركيزهم ونشاطهم وصحتهم طوال اليوم. كل الأطفال بيحبوا الفواكه الطازجة، لذلك ما تنسوا تحطوا لهم سلطة فواكه باللانش بوكس كوجبة خفيفة، ألوانها كتير حلوة ومليانة فيتامينات. بالنسبة للسندويشات، كلنا بنعرف إنه الأطفال بشكل عام ملولين، عشان هيك حلو إنه نغير نوع الخبز المستخدم كل يوم، يعني يوم بنقدم لهم التوست الأسمر، الخبز المدور، الصمون، الخبز العربي أو حتى البسكويت. وحلو إنه نستخدم قطاعات الكوكيز لعمل أشكال مرحة نفاجئ فيها الأطفال ونفتح نفسهم على الأكل. ولعمل سندويشات صحية أكثر بنقدر ندهنها بالأفوكادو، ولا تنسوا أنه لذيذ وقيمته الغذائية كتير عالية. ضروري يكون في بروتين باللانش بوكس، والبروتين مصادره كتير متنوعة وموجود في زبدة الفول السوداني، الحمص، البيض، التونة، واللحوم قليلة الدهون المحضرة بالمنزل. مهم جداً إنه اللانش بوكس يكون فيه خضار، وحلو إنه تكون التشكيلة منوعة على مدار الأسبوع، مثل الجزر المبشور، الخس، الفلفل الملون، الخيار، والطماطم، عشان الأمهات يكونوا مطمئنين إنه أطفالهم بيحصلوا على التغذية السليمة. شيء أساسي يكون الحليب موجود باللانش بوكس، ولأنه أنا صغيرة ماما كانت تشربني حليب أبو قوس، لذلك بثق كتير بمنتجاتهم، وخصوصاً أنه حليب أبو قوس غني بالكالسيوم والبروتين وفيتامينات ألف وباء ودال. وبالنهاية شكراً كتير على المتابعة، واستنوني في فيديوهات تانية ومواضيع منوعة. مع السلامة.